ديري لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. تنشكر الناس القدام والناس الجداد اللي تابوناو معايا، تنشكركم كاملين وعلى اللي تيتابعني كاملين تنشكرو. بلا ما نطول لكم، اليوم غادي نقدم لكم هاد القرص الخفافين وساهلين وبلاد لي بلاد ليك بلا تمارا بلا والو. تنقلب لكم دائما الحاجه اللي سهله وبسيطه، تيجيو هشاشين ورطب، تيعجبوا الصغار والكبار. المهم تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وندوزو ان شاء الله للطريقه والمقادير ديال الحشوه. عندنا جوج بصيلات متوسطين مجلدين، عندنا فلفله مخلطه ما بين حمراء وخضراء، واللون اللي عندك اللي متوفر عندك ديريه. عندنا صدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغار، عندنا جوج خيزويات متوسطين محكوكين، عندنا جوج قريعات محكوكين، عندنا نص كاس، عندنا التوابل، عندنا التحميره، عندنا الخرقوم، عندنا الابزار، عندنا الكمون، شويه د الملحه اللي تيدير السودانيه ولا الفلفل الحاره اللي تيديرها اختياريه اللي يديرها. دابا غادي ندوزو للطريقه. دابا بسم الله نديرو الزيت ديالنا، نديرو البصله ديالنا في الشحال، نديرو السكر ديالنا. دابا نشربو البصله ديالنا حتى تطيح هي والسكر. القوات حتى تهبط، إذا تهبط عاد تنضيفو الخضرة ديالنا الأخرى. من بعد ما شحرنا البصلة ديالنا والدجاج تنضيفو المكونات الثانية، تنضيفو كلشي وتنبقاو نحركو حتى تشحر مزيان. حراتنا غنخليوها تبرد على جنب. غادي نحتاجو ربعة د الكؤوس ديال الدقيق الابيض، هي ما يعادل 400 غرام، كاس دفينو ما يعادل 110 غرام، جوج كيسان د الما دافي ما يعادل 320 ملي، ملعقة كبيرة ديال الخميرة، ملعقة صغيرة د الملحة، ملعقة صغيرة ديال سنيدة، ربع كاس ديال الزيت ما يعادل 40 ملي. دابا تنضيفو جوج كيسان ديال الما دافي، تنضيفو الملحة السنيدة والخميرة والكاس ديال الدقيق ابيض، وتنخلطو مزيان باش تجانس ونخليوها تفعل. تنحركوها مزيان، من بعد نجيبو نغطيوها ونخليوها حتى تفعل الخميرة. هي خمرتنا العجينة ديالنا، نضيفو الزيت، نضيفو فينو، نحركو بالخلاط اليدوي، نضيفو الطحين ديالنا، نضيفو ونخلطو، دي يعني تجي عجينة قطنية بلا دلك بلا حتى شي حاجة، ساهلة بلا ما تدلكي. تنضيفو الكاس اللي بقى،
او كنجمعوه اي تنجمعوه ما تندلكوش. تجي العجينه رطبه شويه تتلصق في اليدين. دابا تتكون عجينتنا هكا تنديروا شويه ديال زيت الزيتون فوق منها. قد هكا خليوها تخمر تخمر ورجعوا معكم ان شاء الله. هنا ديالنا تندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت باش نخرجوا الهواء فيها. غادي نكورو تندهنو على وجهها بالزيت تنديروهم هكا. تنبقاو على هكا حتى تنساليو التكوار ديالهم ونرجعو. دابا ها هي حنا سالينا الكويرات ديالنا خرجت لي 10 د الوحدات. غادي نقبطو ندهنو هكا كلشي راه تكون عندو هادي تنديروها هكا. المهم غادي نبدا الطريقه لابد ندهنو مزيان وندهنو حتى العجينه ديالنا من التحت باش ما تلصقناش. تنبقاو غاديين على ديك الطريقه حتى تنساليو كاع الكريصات ديالنا. نبقاو هكا نديرو الحشوه ديالنا. نديرو شويه د الفرماج ونجمعو. صافي تنقرصو هكا تنشيلنا على هاد هكا ونحطو هاد البلاطه ديالنا. عادو دائما تندهنو لها من التحت باش ما تلصقناش. نديرها الحشوه ديالنا شويه د الفرماج. كان اختيار يعني بامكانكم ماشي لابد تقيدوا بهاد المقادير يعني لابد اللي موجوده يدير بها بنادم يقضي. تنجمع هكا تجي على هكا وغادين على هاد القياس هكا. المهم يدهنوا باش ما تغلبكمش العجينه حيت شويه العجينه تتلصق.
ونجمعي هكا. هانتوما المهم تمشيو على هاد الطريقه حتى نساليو ونرجع معاكم. دابا غادي ندوزو باش ندهنوهم. كنحتاجو صفر د البيضة، صوص صويا، واي حاجه متوفره عندكم، يا الحب الحليب والبيض يا الخل، يعني اللي متواجد عندكم. ما كاينش على الزفوره، ديروا البيض. المهم تندوزو تندهنوهم بهاد الطريقه، تنبقاو حتى تندهنو الكريسات ديالنا، تندهنوهم كاملين هم. تندرو شويه ديال الزنجلان ولا الحبوب بافون اللي متوفر عندكم، ولا تخليهم هكا، يعني ماشي مشكل، يعني بنادم تيقضي بالموجود. تندهنهم هكا، تنكونوا فهاد الوقيته سخنا الفران على درجه الحراره 180، وتتكل العافيه من التحت حتى تيتنفخوا، عاد تنهبطوهم من التحت، وتيكونوا ديك الساعه وجدوا الصاد ديالنا واجدين رطب مفشفشين. ها نتوما كما تشوفوا، غادي نحلوا وحده معكم. انتو تجيو قطنيين وزوينين من الداخل، اللي يعجبو الكبار والصغار، يعني يمكنك تاكليهم ديرهم في الكوتي في الفطور في اي وقيته، يمكنك ديرهم من العشاء. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم.